هاي الإعادة مرة ثانية. رغم أن ياسين لم يسقط، حكم المباراة في التقدير وأنه كان فيه مسك أو خطأ على ياسين إبراهيمي، حتى ولو لم يصفرها يعني كان بإمكانه يزيد يلعب، يعني ياسين كانت عنده الكرة وممكن يشكل خطورة. حكم اللقاء يصفر ضربة جزاء لصالح مباراة يا ياسين. جول، هدف التعديل من ياسين إبراهيمي عند الدقيقة 87. ماذا هنالك؟ ماذا هنالك؟ لا 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 لا، لازم نخرج تماما من المرمى. هدف مقابل هدف، صارت النتيجة من ضربة جزاء. صفر حكم المباراة لصالح ياسين إبراهيمي. نرفزت اللاعبين الآن، الحكم يريد أن يتجنب الاحتكاك بين اللاعبين فوق أرضية. هاي الإعادة، ياسين حطها في وسط المرمى من أمام إيزين وهدف التعديل. يا إسلام، يا إسلام من أمام اللاعب بالوغون. طبعا واحد يحب يجلب الكرة لأنه ما زالت دقيقتين أو ثلاثة ممكن.